بلعب طبعا، يعني عندي مشاكل في ان انا بلعب في وسط التمارين كمان بتاعت السكواش، فالكرة واخدة مني وقت كبير جدا طبعا. لا ما اشهد من الصراحة، بلعب دايما مع اصحابي وكده، بس على طول يعني الخماسي ده موجود، يعني جسم الكرة موجودة بس مخبيها. ما بقاش مرتب له الصراحة، بس يعني هو من فرحة الماتش وحماس الماتش بيبقى كبير جدا، وانا كمشجع يعني كورة وكلاعب سكواش في نفس الوقت بحب ان انا الحماس ده والتشجيع، يعني دايما ببقى عامل حاجات انا عارف ان هي مجنونة شوية في عالم السكواش، بس لازم تتعمل الصراحة. يعني ويجز وعمرو دياب ومروان بابلو الصراحة قبل الماتشات، يعني كيفي كده كيفي هنا ولا اقول وانا ماشي. اتيتي المفضلة لو ممكن، اتيتي المفضلة بيتزا الصراحة، بس يعني ما اعرفش اطبخ خالص الصراحه، يعني من اخري ما فيش خالص، حتى يعني ممكن ما اعملش كورن فليكس الصراحه، بس موضوع صعب يعني. بلاي ستيشن، بلعب بلاي ستيشن طول الوقت، بس يعني متعلقه بالرياضه طبعا، بس كوره برضو فدي هوايتي يعني. ابو تريكه طبعا، مانويل جوزيه، افلام روكي كلها، سيلفستر ستالون صراحه حاجه دايما يعني بتحمسني كده على طول. ليفربول، داخل مصر مجدي قفشه، وخارج مصر طبعا يعني اسطورتنا محمد صلاح. التالتة شمال، التالتة شمال بنهز جبال، وعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم.